ثلاث أخبار الليلة بفيك نيوز. وخبرنا الأول من قطر، حيث قالت السيدة لولو الخاطر مساعدة وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قالت أن دولة قطر لن تنضم إلى دول الخليج المجاورة بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك حتى يتم حل النزاع مع الفلسطينيين. وأكدت الخاطر عملياً أن قطر رح تقوم بكل شيء، علاقات سياسية، تنسيق أمني، علاقات تجارية، تواصل إعلامي ورياضي وثقافي، كل شيء ما عدا العلاقات الدبلوماسية، لأنه بهيدي قطر ما بتمزح. خبرنا الثاني من لبنان وتغريدة للنائب وليد جنبلاط بيقول فيها: يبدو أن البعض لم يفهم أو لا يريد أن يفهم بأن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان ومنع زواله، كما قال وزير خارجيتها بكل وضوح. يا وليد بيك، يا وليد بيك، الدنيا أولويات. يزول لبنان مش أحسن ما تزول وزارة المالية من إيد صديقك الرئيس نبيه بري؟ ما هو لبنان أصلاً ما لم تكن المالية بيد نبيه بري؟ خبرنا الثالث من ليبيا وتقرير لصحيفة فاينانشال تايمز بتقول فيه أنه حكومة السراج تشهد تصدعات وخلافات واضحة بين فايز السراج وميليشيات تابعة له، وبين وزير داخليته فتحي باش آغا وميليشيات تابعة له. وكان السراج علق عمل وزير الداخلية ثم اضطر لإعادته إلى منصبه لاحقا. مع ذلك الاتكال على حكومة السراج كتير كتير كبير. توحيد ليبيا أول مهمة إن شاء الله، بعد توحيد حكومات فايز السراج.